إلى مأرب، حيث أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة عن إنشاء مدينة طبية في مأرب تضم مستشفى جامعيا مرتبطا بكلية الطب في جامعة إقليم سبأ، مشيرا إلى أنه سيتم بناء كلية الطب والمستشفى الجامعي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الأول الذي تنظمه كلية الطب بجامعة إقليم سبأ. تستمر فعاليات المؤتمر الطبي الأول على مدى يومين بمشاركة باحثين وأكاديميين من السعودية وقطر والعراق وتركيا وماليزيا وبريطانيا. نحن في جامعة أبين في الجامعات اليمنية أتينا لحضور المؤتمر الطبي الأول في جامعة إقليم سبأ، وهذا شرف لنا أن نحضر ونشارك أخواننا حضور هذا المؤتمر العلمي المتميز في هذه الظروف الصعبة، فهذا يعتبر إنجاز لجامعة سبأ والجامعات اليمنية عموما. كما أنه نحتفل في ظل أيضا الاحتفالات ذكرى 34 لعيد الوحدة اليمنية 22 مايو. نقطف ثمار جهود استمرت لمدة 8 أشهر من تأسيس اللجنة التنظيمية لإقامة المؤتمر الطبي الأول لجامعة إقليم سبأ، والذي نظمته كلية الطب الجامعة مع المجلس الأمني للاختصاصات الطبية. نحن نشعر بسعادة غامرة هذا الصباح، ونحن ندشن أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية الأولى، لا سيما وقد شاركنا هذا الافتتاح فخامة النائب الأخ اللواء سلطان بن علي العرادة، وشاركنا أيضا هذا الفعالية العلمية ثلاثة من رؤساء الجامعات اليمنية. اليوم هو اليوم الأول وتمت الجلسة الافتتاحية، وسيستمر المؤتمر لمدة 3 أيام يشارك فيها الباحثون. تم إعداد أو تجهيز أكثر من 37 بحث وتقرير طبي دراسة حالة. سيشكل هذا المؤتمر الطبي فارقا طبيا كبيرا في محافظة مأرب.